السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد. رجعت لكم في فيديو جديد شباب، واليوم راح كيف تحصلون على شخصية الجزائر في لعبة هيد سوكر. ويلا قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. طبعا شباب راح اوريكم اين هي شخصية الجزائر. اين هي؟ اين ها هي؟ وجدتها. هذه شباب عشان تفتحون شخصية الجزائر، هذه هي، لازم تختارون اولا هذه الشخصية شباب. هذه تشوفون الكورية، الشخصية الاولى اللي تجي مع اللعبة، الشخصية الاولى اللي يعطوكم اياها باش تلعبون لما تبدون في اللعبة. هذه لازم شباب تلعبون 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 ضد هذو كلهم، لازم توصلون الى عند تكونون بالشخصية الكورية دي تاعكم، لازم توصلوا حتى ضد الجزائري الخصم، توصلوا حتى الجزائري. بعد ما توصلوا شباب في الاركيد لازم تجيبون معاه هادو كلهم، راح اشرحه لكم شباب. هادي معناها لازم تلعب بشخصيتك الكورية ضد الجزائري، ولازم ما تخلي حيوانك الأليف، إذا كان معك حيوان أليف لازم ما تخليه يموت في الجيم واحد طبعا. وإذا كان عند خصمك الجزائري، إذا كان عنده حيوان أليف أيضا ما تخليه يموت، بعدها تجيك هذه. المهم، وهذه شباب لازم ما تخليه يسجل عليك ولا هدف، وهذه تفوز عليه، ولازم تكون الفرق بينك وبينه 10 أهداف. وهذه شباب تفوز عليه من دون ما تستخدم الباور شوت، القوة الخارقة. وهذه تفوز عليه 10 مرات. وهذه شباب تجيب معه تعادل وتفوز. وهذه تفوز عليه من دون ما تستعمل داش. وهذه تجيب معه شباب 5 كونتر أتاك، معناها 5 صدات. وهذه تفوز عليه من دون ما تستخدم زر الكيك، زر الضرب يعني. وهذه شباب تفوز عليه من دون ما تستعمل زر الجمب، زر القفز. هذه شباب كلها لازم تجيبها معه، وطبعا على كيفك، مو لازم تجيب هذه كلها في جيم واحد، اكيد مستحيل هذه تجيب هذه كلها في جيم واحد، تلعب جيم واحد وتجيب هذه كلها تجيبها معه. لا، انت على كيفك، العب جيم مثلا وجيب هذه من دون ما تقفز، بعدها العب مرة اخرى وجيب اي شيء. المهم لازم تجيب هادو كلهم، كلهم لازم تجيبهم شباب، من غير هذه طبعا. لازم تجيب هذه شباب، هذه وهادو التحتانيين كلهم، بعدها يفتح لك شخصية الجزائر. المهم شباب، الان راح اوريكم الحركات بتاعه. يلا نجربه، يلا. طبعا حركته مرة رهيبة شباب، اكيد رهيبة لانه انا من الجزائر، لذلك بلادي اكيد راح تكون حركات اسطورية. ها تشوفون الانيميشن، شوف رهيب، نايس. اوف، تشوفون كيف لكمو، وربي رهيب. راح احاول اصدها شباب، صديتها لعيونكم هذه شباب، ولعيون كل من ضغط لايك واشترك شباب. يلا اشتركوا، وش تنتظرون لكي لا يفوتكم اي شيء عن لما انزل فيديوهات هيد سوكر وهيد باسكت بول، لانه انزل كثير عنهم شباب، لانهم العاب مره اسطوريه. ابلع، شوفون كم سجلت عليه، 9-0، ما شاء الله يا الاحتراف شباب. لازم ما اخليه يسجل عليه ولا هدف، اوريه، لانه
راهو مع الجزائر شباب، لازم ما يغلط ابدا. اقول بلعب بس، تشوفون كم سجل وربي جلدت وجلد شباب. هذا الجيم لعيونكم شباب. ابلع، نايس، جيم اسطوري والله، سجلت عليه 14-0. المهم شباب، وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا اعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ويلا مع السلامة.